بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعة، زي ما انتم شايفين دلوقتي دي رسم الأستاذ علاء رمضان بيرسم الشعار بتاع أكاديمية ريال مدريد، بس هو ما شاء الله عامله بالبرجل. البرجل ده كبير جدا، لو الأستاذ علاء جابه لنا، لو الأستاذ علاء جابه لنا اهو يا سيادة المشاهدين، هو ده البرجل الكبير، هو جايبه من صاحبه الاستاذ الفنان الكبير، الاستاذ الفنان الكبير اسمه السيد جبر، السيد جبر، بلاش بخاتة عشان احنا بنبس بمصر. تمام يا جماعة، دلوقتي والله برجل بصوا عامل ازاي، بسم الله ما شاء الله، حاجة ايه جميلة، هو عامل بها الدوريات. لا، زي ما انتم شايفين برجل عبارة عن قطعتين من الخشب، احنا بنصور دلوقتي من اكاديمية ريال مدريد تحت ادارة الكابتن عصام البنا، وطبعا ده خط علاء رمضان، انتوا مش تايهين عن خط علاء رمضان يعني. وده زي ما انتم شايفين البرجل عامل بالبرجل ده، اهو قاعد عامل الحركات اللي انتم شايفينها دي كده، وبيلونه ان شاء الله. هنطلع فاصل ونرجع تاني مع الاستاذ علاء مرجان. لا 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 لا، بص يا جماعه، حتى بص علاء جاي في البرجر زي حاجه ان شاء الله يعني. تعالوا نضحك، انتوا ضحكنا ضحك مين عليك؟ ضحك مين عليك؟ قفل يا هلا، قفل يا هلا، ضحك علينا. طب يلا يا جماعه، السلام عليكم، السلام عليكم. انا اصلا مش عايز يطلع على الشاشه.